السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. كم تضع أنثى الدرة المدوقة من البيض؟ وكم مرة تضع أنثى الدرة البيضة في السنة الواحدة؟ يعني كم عش تضع الدرة المدوقة في السنة الواحدة؟ نريد أن نتعرف على هذا الجواب لنرى ما إذا كان هذا الأمر طبيعيا أم أنه غير طبيعي، وما العوامل التي تؤثر على نقصان عدد بيض الأنثى. طبعا هذا الكلام عام بالنسبة لجميع أنواع البغبغاوات وبالنسبة لجميع أصناف وأنواع الدرة المطوقة بجميع أنواعها. طبعا أنثى الدرة المطوقة تضع من البيض ما بين 3 إلى 5، يعني هذا هو الطبيعي، يعني قد يخرج هذا على المألوف، فمثلا ممكن تبيض بيضة واحدة فقط، وممكن تبيض أكثر من 5. هذا الأمر يعني أنا أتكلم الآن في الأمر الطبيعي، يعني أنثى الدرة تضع من البيض من 3 إلى 5، هذا هو الأمر الطبيعي. وطبعا تضع البيض يوما بعد يوم، يعني بتضع بيضة وبعد ذلك اليوم اللي بعده بترتاح، يبقى البيض بتضعه يوم بعد يوم عشان حضرتك ما تقلقش. لو هي اتأخرت عن كده دي مشكلة بقى تانية، اللي هي مشكلة هل في احتباس بيض ولا في ايه، دي هنبقى نتكلم عليها بعد كده. لو انت اول مرة تسمعنا واول مرة تسمع الفيديو دوت، ما تنساش ان انت تشترك في القناة، لان ان شاء الله هتلاقي يعني في فيديوهات حلوة جدا، واتمنى ان انتوا تستفيدوا معايا في القناة، وطبعا ما تبخلش علينا بالاعجاب والاشتراك. فبنقول ان في عوامل تؤثر على عدد بيض الانثى وعلى ارتفاع معدل التبويض. طبعا لو ان في ضعف كالسيوم هنلاحظ ان الانثى هتبيض بيض قليل، يعني ممكن تلاقي بيضة بطين او بيضة بيضة واحدة، او نلاحظ ان حجم البيضة نفسها يعني حجم البيضة يعني مش طبيعية، يعني البيضة صغيرة جدا. فطبعا البيضة الصغيرة يعني البيضة الصغيرة عن الحجم الطبيعي بينتج عنها فرخ ضعيف، يعني احنا عايزين الوقت عايزين فرخ يطلع حجمه كده ايه، حجم يعني حجم جنبه، حجم كبير، حجمه عملاق، فيعني او حجم طبيعي يعني. فلما يكون البيضة صغيرة عن المعدل الطبيعي هينتج عندنا فرخ ضعيف، فلازم ان احنا نهتم بالتغذية وبتقديم الكالسيوم، وطبعا بالذات يعني الكالسيوم هنلاقيه موجود بكثرة في عظام الحبار وفي او المحار، هنلاحظ ان في يعني كالسيوم بمعدل عالي. فطبعا لازم ان انت تهتم بالتغذية الجيدة. هنجي ايضا ونقول ان الانثى الدرة المطوقة بتضع البيض مرتين اتنين في السنة. طبعا لو انت جايب الدرة المطوقة اول سنة عندك، يعني لسه اول سنة تجيبها، فطبعا ممكن تضع البيض مرة واحدة فقط، لان طبعا على ما تاخد على المكان والكلام ده كله ده بياخد معاها وقت، فممكن تضع البيض مره واحده بس في السنه. لكن لما تستقر وتبدا يعني تشعر بالامان، ممكن بعد كده الانتاج يزيد معاك فتعمل 20 اتنين في السنه. ده الشيء الطبيعي، يعني ده الشيء الطبيعي ان هي بتضع البيض في مرتين اتنين في السنه. وطبعا عارفين ان موسم التزاوج بيبدا بقى من ايه، من اول شهر يعني 12 لاخر شهر 5. طبعا قلنا برضك ده اللي هو الايه يعني المألوف. طبعا لو انت يعني لو انت بتسمعني دلوقتي والدره المتوقعه عندك لسه ما بيضتش، فتاكد ان هي يعني ايه قريبا جدا هتبيض، يعني لن تخرج عن شهر يعني ايه 4 او شهر 5. يعني اذا خرجت عن شهر 4 او شهر 5 يبقى كده خلاص الموسم كده انتهى، وطبعا يبقى كده مش هتبيض. وايه اسباب، ايه الاسباب اللي بتؤدي الى ان هي يعني لم تضع البيض؟ طبعا الاسباب دي هتلاقوها برضك، هسيبها لكم في الروابط، هسيب لكم روابط الفيديوهات ديت كلها في الوصف، هتلاقوا كل حاجه اتكلمنا عليها في القناه. لو انت لسه اول مره يعني تشوف الفيديو دوت، حاول ان انت تلف لفه كده في القناه، هتلاحظ ان في فيديوهات كتيره جدا، ويعني بحاول ان انا افيدكم، فانتوا حاولوا برضك ان انتوا يعني تعملوا اعجاب لهذا الفيديو عشان الفيديو ده ينتشر وغيركم من الناس تسمع، كلنا طبعا نستفيد، ويعني اتمنى ان احنا كلنا نستفيد يعني نفيد بعض. وده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.